وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ خطار أبو دياب، الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية من باريس. الدكتور خطاب، بعد التحية، الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، يعني أسعار الذهب والبترول تسجل أعلى مستوياتها، انخفاض في البورصة الروسية، كيف تصف هذا الأمر في ظل ما نتحدث عنه من عملية عسكرية روسية في أوكرانيا؟ تحياتي لكم، لفريق العمل، لكل من يشاهدنا أو يسمعنا أو يتابعنا. بالضبط، نحن أمام صراع تنخرط فيه قوة كبرى اسمها روسيا وقوة أخرى اسمها أوكرانيا. وعندما نرى روسيا على أنها قارة جغرافيا وفيها كل أنواع المعادن والنفط والغاز، ونعلم أنه في كل صراع عالمي هناك دوما نوع من هزة عالمية، نفهم جيدا ونظرا لموقع روسيا في سوق الطاقة كيف أن أسعار الطاقة تتدهور، ونفهم كذلك كيف أن سعر الذهب يتأثر لأنه أصبح نوعا من الاحتياطي عند المستثمرين. نفهم أيضا سبب سقوط بورصة موسكو وتدهور سعر الروبل، كل هذا متوقع، ولكن تتمت الانعكاسات الاقتصادية ستتوقف على تطورات هذا النزاع. نعم، التداعيات الاقتصادية هذه إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر في الفترة القادمة على الأوضاع في الدول التي تشارك في هذه الأزمة؟ يعني الدول المشاركة أساسا هي روسيا وأوكرانيا، الدول الأخرى معنية، أوروبا معنية لأن تصدير الغاز الروسي سيتوقف إليها بشكل أو بآخر. يمكن أن يكون هناك رد فعل روسي على العقوبات عبر وقف تصدير الغاز. بالنسبة حتى للدول العربية، الأمن الغذائي العربي يمكن أن يتأثر لأن الكثير من الدول العربية تعتمد على القمح الآتي من روسيا ومن أوكرانيا. نعم، كان معي اتصال من ضيف في موسكو، الدكتور مسلم شعوت، وسألته عن استعداد روسيا لفرض مزيد من العقوبات، فقال أن روسيا مستعدة. نعم، روسيا مستعدة لأن الرئيس بوتين أخذ احتياطاته منذ 2014 منذ فرض عقوبات عليه بسبب ضم القارم، وهو قام بتجميع حوالي 600 مليار دولار كفائض من أجل حبأ قرشه الأبيض ليوم أسود. ولكن هناك أيضا علاقته مع الصين، دعم الصين له، كل هذا يوجد في الميزان لكي يواجه العقوبات الأوروبية والأمريكية. نعم، دكتور خطاب، بعد هذه العملية العسكرية وما جاء من ردود أفعال دولية حول هذه العملية، فرصة الحوار الدبلوماسي الآن؟ أعتقد في النهاية حتى في الحروب يجب ألا يتوقف الحوار، لن يتوقف الحوار في الأساس. قبل اندلاع هذه العملية أو هذا الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا، كان هناك خطط لاجتماع بلينكين مع لافروف واجتماع الفرنسي لودريون مع لافروف، كل هذا ألغي قبل العملية. الآن سيكون من الصعب للتو أن يكون هناك اجتماعات، لكن الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذه هي أدوارها. أظن بعدما تهدأ حماوة المعارك يمكن أن يكون هناك مجال للنزاع. الآن السيد بوتين من حيث المبدأ سيحاول إكمال عمليته، تحقيق أهدافه، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك مجال للدبلوماسية. نعم، في سياق ذكرك للقاء الذي ألغي ما بين لودريان ولافروف، الرئيس الفرنسي طالب الآن، إيمانويل ماكرون، طالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا منددا بالهجوم الروسي على أوكرانيا، كيف تصف الموقف الفرنسي؟ يعني الموقف الفرنسي هو موقف فرنسا كدولة عضو في مجلس الأمن، معنية بالسلام والحرب في أوروبا، لها مصالحها، ولكنه أيضا موقف البلد الذي يرأس دوريا الاتحاد الأوروبي. سيكون هناك قمة أوروبية ستنضم أوروبا مع الدول الصناعية الكبرى والولايات المتحدة لجوقة عقوبات أو لحزمة عقوبات قوية ضد روسيا، أصلا تحت حجة أن أوكرانيا ليست في حلف الشمال الأطلسي
أن أوكرانيا ليست في الاتحاد الأوروبي، ليس هناك من إلزام لهذه الدول لكي تهرع لنجدة أوكرانيا. كل هذا يدلل أيضا على ضعف أوروبا، ضعف أوروبا بان خلال وساطة ماكرون، خلال تحركات شولتز، ويظهر أنه في لعبة ميزان القوى، بما أن أوروبا تفكر بأن قيمها هي الحزام الواقي لها فهي مخطئة. أثبت التاريخ أن ميزان القوى هو ميزان قوى، وأنه من دون القوة الفضة والاستقلال الاستراتيجي دفعت أوروبا وستدفع أثمانا غالية. الاتحاد الأوروبي والذي تترأسه فرنسا هذه الفترة دكتور خطار يعني بيتعهد بمحاسبة الكرملين على هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، وأنت وصفت الآن أن أوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إذن ما الدافع الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة موسكو وكيف يمكن أن يحاسبها؟ لكن أوكرانيا في قلب أوروبا، وأوكرانيا لها علاقة مع الاتحاد الأوروبي، علاقة شراكة. وصل الدعم الأوروبي لأوكرانيا هذا العام أكثر من 1.2 مليار يورو. هناك يعني مشكلة كبرى، أوكرانيا مهمة لأمن أوروبا ومهمة اليوم لرسم معادلات دولية جديدة، ولذلك منطقيا لا يمكن لأوكرانيا أن تكون حصن الغرب ضد روسيا لأنها جارة روسيا، ولكن لا يمكنها أن تكون أيضا دولة تحت القبضة الروسية. يجب في لحظة ما إيجاد نظام معين لأوكرانيا للحفاظ عليها، حتى اللحظة الخطورة في الأمر أن أوكرانيا ستتحول إلى بؤرة توتر مهمة للأمن الأوروبي ولرسم المعادلات الدولية. من فرنسا إلى ألمانيا، يعني قبل الهجوم أو قبل العملية العسكرية كان هناك حديث أن ألمانيا أو اتفاقية نورد ستريم 2 لن تتأثر بهذه الأزمة الروسية الأوكرانية، ورأينا بالأمس أنه تم التوقف في هذه الاستراتيجية وهذه العملية. الأزمة الروسية الأوكرانية الآن كيف تؤثر على مسألة تصدير الغاز بالنسبة لأوروبا؟ نعم، أوروبا تعتمد بنسبة 40% على الطاقة الآتية من روسيا، إذن سيكون هناك مشكلة إمداد ومشكلة أسعار. وألمانيا بالذات التي استغنت عن الطاقة النووية أصبحت بحاجة لهذه الطاقة الآتية من روسيا. حتى اللحظة لا نعلم مدى استخدام هذا السلاح. من هنا كانت ألمانيا حذرة، لم تلغي عقد نورد ستريم 2 بل علقت العمل به، إلا أن بايدن الذي عمل خلافا لترامب وأعطى الترخيص في عدم فرض عقوبات على هذا الخط، وعد أول أمس بألا يتم السماح لهذا الخط أن يعمل. نحن أمام تصعيد في هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى صراع من صراعات أو حروب الطاقة، وكل هذا ليس في صالح أوروبا. أخيرا ضيفي الكريم، توقعاتك للساعات القادمة. أعتقد في الساعات القادمة تترك الأمر للمدافع والصواريخ، هناك معركة، وبرأيي سيحاول بوتين أن يجعلها معركة سريعة، ولا أعتقد أنه سيدفع بقوات كبيرة، بل أنه سيركز أو سيحاول بسط سيطرة الانفصاليين حلفائه على بقية الشرق الأوكراني. وإذا الكلام في هذه الفترة المباشرة هو الكلام للسلاح، وبعد ذلك ربما يأتي الكلام للجهود الدبلوماسية. نعم، الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية من باريس كنت معنا، شكرا جزيلا لك.